وليك في الطجمة. تعال للخبيرة. منور يا وكالة ناسك. معروف دايماً إن المسلسلات الكوميدي هي القطايف بتاعت رمضان كل سنة، وعادة بيكون عندنا مسلسلين ولا ثلاثة بالكتير هما اللي قدروا يخرجوا برا دايرة الأكشن والقصص الاجتماعية ويضحكونا شوية في الشهر ده. لكن السنة دي الوجبة دسمة بزيادة، رمضان 2023 رفع شعار الضحك للصبح. هنشوف نجوم لأول مرة بيقدموا كوميدي من سنين. لأ ده في ناس فيهم أول مرة هتقدم كوميدي أصلاً، ومتفائلين انه يبقى شهر لذيذ علينا كلنا، من مربوحة للكبير لجد سليمة لألف حمد الله على السلامة لكشف مستعجل. والتورته الكبيرة بقى مسلسل اللعبة اللي كسر كل مقاييس النجاح على مدار 3 مواسم والرابع في الطريق، وغير وغيره من المسلسلات. بعد النجاح الكبير اللي حققه مسلسل الكبير الجزء السادس في رمضان اللي فات، راجعين السنة دي بضحك أكتر ومشاهد ألذ بكتير، وتطور في قصة مربوحة والكبير، ومهرجان المزاريطة هيبقى نادي، وقصة كبيرة سعادتك. بس السنة اللي فاتت كانت المنافسة مع الكبير مش قوية قوي. صحيح مسلسل مكتوب عليا للنجم أكرم حسني كان قلب الدنيا، بس ما يصنفش كوميدي قوي. إنما السنة دي نزل قدام الكبير كومبو لارج ميديوم، حاجة كده تقفيل عداد. عندك مثلاً دنيا سمير غانم اللي رجعت تنتقم بأغاني ومسرحية وفيلم، كمان نازلة في رمضان بمسلسل جات سليمة اللي بترجع فيه بالزمن لعصر قديم، بس قصة كده كلها مغامرة ومواقف كوميدية وحاجة مختلفة جداً. كمان فجأة قرر نجوم مسرح مصر محمد عبد الرحمن توتة ومصطفى خاطر ياخدوا هنادي مهنة اللي نجحت بشكل كبير مع أكرم حسني في مكتوب عليا، ويعملوا مسلسل كيوت كده اسمه كشف مستعجل، وشكلهم كده محضرين مفاجآت هتغطي على اللي بيعمله الكبير. أما بقى الفنان أحمد أمين اللي بقى جوكر الكوميديا في مصر، بيتحدى نفسه السنة دي من غير أكرم حسني ومن غير أحمد فهمي، هو لوحده متصدر بوستر الصفارة ومتصدر الأحداث والمشاهد، والحقيقة إنه بقى بينجح أي عمل بيدخله، فمش كتير عليه، وشكل الصفارة هتبهدله معاها كتير. اللي الناس بقى ما تعرفوش إنه مش بس أحمد أمين هيرجع للكوميدي السنة دي، لأ ده طارق لطفي اللي نجحوا سوا السنة اللي فاتت في جزيرة غمام هيعملوا كوميدي بس من نوع مختلف جداً. هيعيد تقديم قصة مذكرات زوج، وسمعين إنه دمه خفيف ولذيذ ومقطع بطاقته، ومعاه خالد الصاوي اللي لما بتطلب معاه تهييس بيضحك جدا. ويسرى يا جماعة شكلها عجبتها موضة المسلسلات الخفيفة، وبعد ما نجحت السنة اللي فاتت في أحلام سعيدة وقدمت كوميديا اجتماعية، قررت تعلي الدوز السنة دي وتقدم مسلسل كوميدي خالص بقى، وجايبة معاها شيماء سيف ومحمد ثروت يطروا على قلبنا حبتين. يلا أدين هنشوف.